السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من قناة معلومة مفيدة. أهلا بكم متابعي قناة معلومة مفيدة. نتائج مباريات اليوم السبت 18 يناير 2020. النهاردة كان في أكتر من مباراة في الدوري المصري وفي الدوري الإنجليزي والأسباني والإيطالي وبطولات أخرى. الدوري المصري مباراة بين إنبي ونادي مصر انتهت بفوز إنبي 2-1، أحرزها هدفي إنبي إبراهيم يحيى في الدقيقة 34 ومحمد شريف في الدقيقة 78، وأحرز هدف نادي مصر في الدقيقة 72 مصطفى سلطان. الإنتاج الحربي فاز على حرس الحدود 1-0. انتهت المباراة بهدف الإنتاج الحربي بقدم موسى ديوارا في الدقيقة 11 في الأسبوع 14 من الدوري المصري. سموحة اتعادل مع الإسماعيلي 1-1. أحرز هدف الإسماعيلي بنسون تشيلونجو في الدقيقة 39، وهدف سموحة إبراهيم أبو اليزيد في الدقيقة 71، هدف في مرمى الإسماعيلي سجل هدف في مرمى. الدوري الإنجليزي الأسبوع 23، مباراة بين واتفورد وتوتنهام انتهت بالتعادل 0-0. مباراة بين برايتون وأستون فيلا انتهت بالتعادل 1-1. أحرز هدف برايتون ليوناردو تروسارد في الدقيقة 39، وأحرز هدف أستون فيلا جاك جريلش في الدقيقة 76. مباراة بين ساوث هامبتون وولفر هامبتون، فاز وولفر هامبتون 3-2 على ساوث هامبتون. أحرز الثالث أهداف لولفر هامبتون في الدقيقة 53 بيدرو نيتو، في الدقيقة 64 راؤول خامينيز، في الدقيقة 76 راؤول خامينيز. وهدفي ساوث هامبتون في الدقيقة 15 جان بنداريك وفي الدقيقة 35 شين لونج. ويست هام يونايتد اتعادل مع ايفرتون 1-1. أحرز هدف ويست هام يونايتد عيسى دياب في الدقيقة 40، وإيفرتون أحرز الهدف دومينيك كالفرت لوين في الدقيقة 44. مانشستر سيتي اتعادل مع كريستال بالاس 2-2. أحرز هدفي مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو في الدقيقة 82 والدقيقة 87. كريستال بالاس أحرز الهدفين سينيك توسون في الدقيقة 39، وفرناندينو فرناندين فرناندينيو في الدقيقة 91. نورتش سيتي فاز على بورنموث 1-0، أحرز الهدف تيمو بوكي في الدقيقة 32. أرسنال اتعادل مع شيفيلد يونايتد 1-1. هدف أرسنال جاء عن طريق جابرييل مارتينلي في الدقيقة 45، وتعادل شيفيلد يونايتد عن طريق جون فليك في الدقيقة 83. نيوكاسل فاز على تشيلسي 1-0 من خلال هدف إيزاك هايدن في الدقيقة 90. بالنسبة للدوري الأسباني، ليفانتي ألافيز فاز على نيفانتي 1-0. أليكس فيدال أحرز الهدف في الدقيقة 64. ريال مدريد فاز على إشبيلية 2-1. أهداف ريال مدريد كازيميرو في الدقيقة 57 وأيضا في الدقيقة 69، وهدف إشبيلية لوك ديونج في الدقيقة 64. وساسونا اتعادل مع بلد الوليد 0-0. إيبار لسه مل... يعني حتى زي اللحظة المباراة لسه تبدأ حالا دلوقتي، لسه ايه النتيجة ما عرفتهاش لحد دلوقتي بين ايبار واتلتيكو مدريد هيلعبوا الساعة 10 في الأسبوع 20 النهاردة السبت 18 يناير 2020. بالنسبة للدوري الإيطالي، لاتسيو فاز على سامبدوريا 5-1. أحرز أهداف لاتسيو فيليبي كيسيدو في الدقيقة 7، تشيرو إموبيلي في الدقيقة 16، تشيرو إموبيلي أيضا في الدقيقة 21، باستوس في الدقيقة 54، تشيرو إموبيلي أيضا في الدقيقة 65. سامبدوريا أحرز الهدف فيها كارول لينيتي في الدقيقة 69. ساسولو فاز على تورينو 2-1. أحرز أهداف ساسولو جيريمي بوجا في الدقيقة 61، ودومينيكو بيراردي في الدقيقة 73، وتورينو أحرز الهدف مانويل لوكاتيل في الدقيقة 20. نابولي اتعادل حتى الآن، لسه متعادل لحد دلوقتي مع فيورنتينا في الأسبوع 20، ما زالت المباراة مستمرة. بالنسبة للدوري الألماني، فيردر بريمان فاز على دوسلدورف بهدف دون مقابل في الدقيقة 67 عن طريق نيكلاس مويساندر. فرانكفورت فاز على هوفنهايم 2-1. أحرز هدفي فرانكفورت باس دوست في الدقيقة 18، وتيموسي تشاندلز في الدقيقة 62، وأحرز هدف هوفنهايم في الدقيقة 48 كونستانتينوس. فرايبورغ فاز على ماينز 2-1. أحرز أهداف فرايبورغ كون تشانج هون وفي الدقيقة 28، ونيلس بيترسن في الدقيقة 41، وهدف ماينز
جاء عن طريق جان فيليب ماتيتا في الدقيقة 82. كولون فاز على فولفسبورج 3-1، أحرز الأهداف لكولون جون كوردوبا 22 في الدقيقة 22، جون كوردوبا أيضا في الدقيقة 45، جوناس هيكتور في الدقيقة 62، وأحرز هدف فولفسبورج ريناتو ستيفان في الدقيقة 67. بروسيا دورتموند فاز فوز كبير على أوكسبورج 5-3. أحرز أهداف بروسيا دورتموند جوليان براندت في الدقيقة 49، إيرلينج براوت هالاند في الدقيقة 59، جادون سانشو في الدقيقة 61، إيرلينج براوت هالاند في الدقيقة 71، وأيضا إيرلينج براوت هالاند في الدقيقة 79. وأهداف أوكسبورغ جاءت عن طريق فلوريان نيدرلاش ريلانشير في الدقيقة 34، ماركو ريتشاتير في الدقيقة 46، فلوريان نيدر لانشير في الدقيقة 55. لايبزيج فاز على يونيون برلين في 3-1، أحرز أهداف لايبزيج تيمو فرينر في الدقيقة 51، مارسيل سياتازير في الدقيقة 57، تيمو فرينر في الدقيقة 83، وهدف يونيون برلين ماريوس بولتير في الدقيقة 11. بالنسبة للدوري البرتغالي، انتهت المباراة الأولى بين فيوتوريا جيمرش 1-0 على سانتا كلارا. بالنسبة لديسبورتيفو أفيز فاز 3-0 على بورتيمونينسي. بالنسبة لتونديلا فاز 1-0 على موريرينسي. لسه في مباراة في الدوري البرتغالي بين بلينسيش وفيتوريا سيتوبال. بالنسبة لكأس خادم الحرمين الشريفين، المباراة بين أبها والفتح تعادل 1-1، وركلات الترجيح أبها فاز على الفتح 5-3. أحرز الهدفين اللي هو 1-1 سعد بقير في الدقيقة 28 لأبها، مروان سعدان في الدقيقة 51 للفتح. أهلي جدة فاز على الوحدة 2-1، أحرز أهداف أهلي جدة عمر السومة في الدقيقة 26، وماركو مارين في الدقيقة 79، عبد الله الزوري في الدقيقة 8 أحرز هدف الوحدة الوحيد. الدوري المغربي، تعادل بين يوسفية برشيد والفتح الرباطي في الأسبوع 13، انتهت المباراة 1-1، أحرز هدف الفتح الرباطي سعد أبت خرصة في الدقيقة 69، وزكريا فاتي يتعادل ليوسفي برشيد في الدقيقة 90. الجيش الملكي فاز على رجاء بني ملال في 1-0، أحرزه عبد الله عميمي في الدقيقة 24. ومولودية وجدة فاز على المغرب التطواني 1-0، أحرزه نوح سعداو في الدقيقة 76. نقلنا إليكم نتائج مباريات اليوم السبت 18 يناير 2020 من خلال قناة معلومة مفيدة. قدم عليكم الفيديو محمد نور الدين. لو عجبك الفيديو اضغط لايك، وما تنساش تشترك في القناة وفعل زر الجرس، وتابعنا دايما باستمرار، ونراكم فيديو اخر باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.